بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بالجميع، يعني عشان ندخل في الموضوع على طول. أرجوك. قانون الرياضة ده قانون مهم جدا، اتأخر مش 40 سنة، اتأخر أكتر من 40 سنة، أكتر يعني من قبل 52 كمان. يعني لأن مصر لما دخلت فيها الرياضة كان نشاط كله أهلي، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية هي اللي بتدير النشاط الرياضي في مصر، وكانت هي والنشاط كان نشاطا اهليا، حتى هي اشرافها من بعيد، ما بيش فيها القواعد اللي كانت اتحطت فيما بعد، لان الدوله كان ليها هدف سياسي واجتماعي في السيطره على الانديه بعد 52. احنا كده بنعود للوضع الطبيعي في الرياضه. وانا ضربت مثل قبل كده، المانيا تعداد سكانها زي تعداد مصر، مع الفارق طبعا في القوه الاقتصاديه، لكن فيها 90,000 نادي، مصر ما يكملوش. العالم كله فيه أندية خاصة، ما بقاش فيه حاجة اسمها أندية بالشكل الكانتري كلاب أو الشكل بتاع نادي المعادي أو دجلة أو هليوبلس أو هيليدو أو الأهلي أو الزمالك أو كل الأندية دي، مش موجودة في العالم كله. إذا كنا عايزين رياضة، الرياضة هتطلع من الأندية. وإذا كنا عايزين نبص كويس قوي، هنشوف إن الأندية دلوقتي هي اللي هتطلع ابطال مصر في ال50 سنة اللي جايه، مش المدارس، بعكس الفتره اللي فاتت. فهذا القانون بيسمح زي ما معالي الوزير قال، ان اي حد عايز يعمل نادي يتفضل يعمل نادي، والقاعده تتسع، ونبقى عندنا ابطال رياضيين وشعب بيمارس الرياضه. وهنا يعني لازم نبص ان ممكن تبقى في انديه باشتراكات غاليه جدا وانديه باشتراكات بسيطة، لكن ده خاص وده خاص أيضا طبعا، وده لازم نفكر فيه. حاجة بس مهمة جدا عايز ألفت النظر ليها، ليه الناس علاقتها بالأندية يعني فيه هذا الارتباط الشديد جدا، ويقول لك أنا بدفع فلوس في النادي، بدفع اشتراك، بينما هو بيدفع اشتراك أو بيدفع فلوس في المدرسة وفي الجامعة الخاصة، وما بيشكيش او ما بيقولش او ما بيعبرش زي ما بيعبر عن النادي. المواطن اللي بيعمل اشتراك في النادي ده بيبقى من وجهة نظره مالك، لانه علاقة ابدية، هو واولاده هيورثوا العضوية وهيفضلوا 1000 سنة اعضاء في النادي. بينما هو ممكن يدفع 1,000,000 جنيه عشان يعلم ولاده في مدرسة ثانوي او مدرسة ابتدائي، لكن هو عارف انه بيدفع المبلغ ده حاجة وقتية كده، وبعد كده هو ملوش دعوة. ده فرق مهم جدا، عشان انا عايز اوصل بس للناس قد ايه الارتباط وثيق جدا ما بين عضو النادي والنادي، بيدافع عنه كله، بيدافع عن البلد، يعني حاجه علاقه وثيقه جدا يعني.